الشرعية والنقابة العامة. الخلاف بينهما في تطبيق القانون يعني تحديدا النقابة العامة تتعامل مع النقابة الفرعية على اعتبار انها شيء تابع مو شخصية اعتبارية مستقلة. احنا محكومين في العلاقة بين النقابة العامة بحوالي 5 مواد أو 6، المادة 144 145 155 169 176 من قانون المحاكم. 144 تقول النقابة الفرعية شخصية اعتبارية، لها شخصية اعتبارية، شخصية اعتبارية مستقلة يعني. تمام. 155 145 بتقول أن النقابة الفرعية لها جمعية عمومية مستقلة تتكون من المحامين الذين يعملون في دائرة النقابة الفرعية. إذن في المادتين دول النقابة لها شخصية اعتبارية. المادة 155 بتقول إيه؟ تقوم النقابة الفرعية بكل ما تقوم به النقابة العامة من اختصاصات في مجال اختصاصها إلا ما استثني بشكل خاص النقابة العامة. والنقابة العامة لم يستثنى لها سوى المعاشات، معاشات الموازنة العامة، القيود اللي هي القيد من جدول عام إلى ابتدائي. المشكلة جاية بقى منين؟ نيجي بقى لمادة 176 عشان نتكلم بقى بصدق مع الاختصاص بتاع النقابة الفرعية. 176 بتقول إيه؟ تنشأ في كل نقابة فرعية لجنة صندوق زي لجنة الصندوق الرئاسية في النقابة العامة. تكون اختصاصاتها هي ذات اختصاصات لجنة الصندوق في النقابة العامة. طبعا ده مش موجود نهائيا مطلقا، ده فيما يخص القضية الرئاسية وهي قضية العلاج، ان احنا اما حد جاي عندنا لازم الف لفة ام العروسة واطلع بالورق بتاع القاهرة والموظفة تاخده وتروح لفلان يدي فلان يدي فلان الى شهر او شهرين او ثلاثة يطلع العلاج. ده كلام غلط ومرفوض وفق احكام المادة 176 اللي بتقول انا مختص كنقيب فرعي وكمجلس نقابة ان انا عندي لجنة صندوق فرعية تقوم بالرعاية الاجتماعية لان اسمه صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية. هذا كله لم يفعل، والنقابة العامة والنقيب العام بيتعامل مع النقابات الفرعية كمحلات دكاكين تابعة. ده مش صحيح، النقابة الفرعية شخصية أنا معايا حكم محكمة خطير جدا أرجو أن سيادة النقيب أعرفه يعني. حكم محكمة خاص بنقابة صيادلة كان عن ذات الموضوع بيتكلم بيقول أن النقابة الفرعية لا سلطان بنفس الكلام جدا للنقابة العامة على النقابات الفرعية إلا في حدود القانون لأن لكل منهما شخصية اعتبارية مستقلة. هذا لا يتم التعامل به إطلاقا، ولا يتم التعامل مع النقابات الفرعية حسب الولاء والانتماء وحسب خضوعك وحسب أنت تبع ولا لا تشتبع. طيب على ضوء هذا اتفضل نشأ خلاف مهم جدا بعد الاشتراكات نتكلم فيه بعدين لأنه طيب. معالي النقيب ممدوح